هسه احنا عندنا ان شاء الله يعني حسب مصادرنا وحسب اتصالاتنا اكو ان شاء الله بوادر خير من قبل السيد رئيس الوزراء المحترم، يعني قبل يوم قبل البارحه او البارحه بالضبط يعني اتصلوا بينا من مجلس الوزراء، وصل التعديل للسيد رئيس الوزراء طلع عليه ان شاء الله. انا طبعا راح افصح على الموضوع وتكتم، ولكن ان شاء الله وصلت الرئيس الوزراء التعديل اللي دزيناهن وصلن وشافن وطلع عليهن، وقسم تنفيذيات ان شاء الله وافق عليهن، وقسم عدن مجلس النواب وتعديل مجلس النواب، وحكي كله مجلس النواب، وان شاء الله احنا مستمرين بالدفاع عن حقوق المتقاعدين، كوننا متقاعدين احنا ما ندافع كلهم اخوة ثانية. نعم عندكم بالنقابة كان اكو مقترح مقابلة السيد؟ نعم ان شاء الله عن قريب ان شاء الله عن قريب، قال هو ليش هو يدري ويعرف ويدري بينا ووصلته، ان شاء الله احنا عن قريب ننتظر ان شاء الله، ننتظر اتصال ننتظر هالشيء على المقابله. هسه المقابله يعني ما تحل موضوع المقابله، ما تحل موضوع، احنا نريد شغلات تنفيذيه، احنا نريد ننفذ، ما نريد يقابلنا، لا يقابلنا بس يسوي شو؟ يرفع هاي التعديلات المجلس النواب يوافق عليها مجلس الوزراء، يرفع عليها بيها جنبه ماليه، نعرف هاي الامور. وتحياتنا لك ولكل الاخوان المتقاعدين، شكرا جزيلا. لا نطيل عليكم بالكلام، لكن هي دعوه للرؤيه او لمشاهده قناه المتقاعدين، لان هي قناه جدا جميله، صحيح لم تفض فضائيا لكن تفض عبر اليوتيوب، لكن مواضيعها كلها جميله وتفيد الاسره التقاعديه وتفيد الموظفين الذي مستقبلا سيكونوا متقاعدين. هذه القنوات بنيت على ابناء الشعب العراقي وبنيت بكوادر الشعب العراقي، لم تنتمي لحزب، لم تنتمي لاي جهه سياسيه، همها المتقاعدين وعوائلهم، لان هؤلاء من خدموا الشعب العراقي وقدموا والوريث المستفيد من عوائل المتقاعدين. حقيقه هذه القناه قدمت الكثير لتوصيل القوانين وتوصيل صوت الحق، صوت المتقاعد وصوت المواطن العراقي. وهذه دعوه لمشاهده هذه القناه من خلال هي نفس القناه ومن خلال بعض كل الاخوه سوف ننشر مواقعها. لكن انا ارجع الى مؤسسه الشهداء، نقطتين نسيتها مهمه وهي هدر مال العام. عندما يبني مشروع باموال الشهداء بقيمه 500 او 600 مليون دولار ويفشل ومليارات من الدنانير العراقية تهدر، مثلا بنى معمل في البصرة لرئيس المؤسسة، معمل المياه كلف يمكن 5 مليون دولار، آخر شيء انباع ب 25,000 حديد انباع، فضل من الله، هذا إنتاج عظيم، لأنه هو المسؤول ما خسران شيء من جيبه، هاي من أموالنا أموال شهدائنا اللي قدمنا ضحينا من أجل العراق ومحاربة الفاسدين. هذا نشوفه احنا، وكثير من المواضيع لدينا ملفات، منع شعر السعفة، بناء السعفة، وأنا أستاذ خلف عبد الصمد مجمع السعفة، وأنا بالفضاء، لو القطع الأراضي اللي قمتوا تستثمروها، لو الاستثمارات اللي سوتها للحجية ناجحة، لو 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 لو، حقيقة شيء مخزي على من يديرون المؤسسة. هذه المؤسسة مضحية وستبقى مضحية لعوائل الشهداء، لكن ليس بهذه الكوادر، هؤلاء الكوادر إساءة إلى عوائل الشهداء. وقناتكم قناة المتقاعدين حبيبي السادي. من عندي عرض الأزياء التراثية الفلكلورية التاريخية إلى قناة المتقاعدين، يعني المظلومين دائما مظلومين في كل حقب العراق مع الأسف، يعني إن شاء الله دير بال رأس الوزراء، البرلمان، يعني الشخصيات، حتى التجار اللي موجودين بالعراق في كافة محافظات العراق خاصة الإقليم ما شاء الله. السلام عليكم. طبعا قناة المتقاعدين قناة كلش حلوة وجميلة ولطيفة وتختص بالجانب الثقافي، وندعو الكل الموجودين ان يشاركون بهاي القناة الرائعة ونتحالف ويا المتقاعدين. طبعا مظلومين هم وما حد يساندهم، يعني للأسف يعني جدا اي والله خطيه، يستاهلون يعني يستاهلون، وان شاء الله ان شاء الله يتحقق هذا الشيء ان شاء الله بالجهود. لو سياره بسيطه اي سبيل اي والله، يعني والله يا ريت، يعني والله هم خطيه مظلومين ما شاء الله. الدول تدزنا وما ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الدوله تلتفت لهم ان شاء الله، نتمنى هذا الشيء. شكرا، اهلا وسهلا بكم.